الرابع والعشرون من حزيران يونيو 2019، أنا ليالي حميدي أرحب بكم إلى هذا الحصاد الجديد من الإمارات وأبرز ما فيه. الإمارات أول دولة خليجية تدشن برنامجا رقميا لجمع وتحليل المعلومات المالية. 450 مؤسسة مالية مسجلة في جو اي ام ال. انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية في الدولة بنسبة 43.20%. و350 رقما قياسيا عالميا تم تحطيمهم في الإمارات. نستهل لقاءنا بجولة على أبرز محليات الدولة. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ الكبرى، وذلك لمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري. على صعيد آخر، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر تويتر عن تعزيه ومواساته في وفاة الأستاذ جاسم إبراهيم بوشعر أحد مدرسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة الكندي في العاصمة أبو ظبي عام 1971، حيث نقل تعازي صاحب السمو إلى أسرة الفقيد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة عيسى، مقدما التعازي إلى نجلي الفقيد هيثم وفهد وشقيقه خالد، معربا عن خالص مواساته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه، يرافقه سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي حفظهما الله، واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى عيد فيروز ربيع المسماري. حيث أعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الفصيل في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرته وذوي الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إلى ذلك، قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عيد فيروز ربيع المسماري. وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة الأمين خلال زيارته مجلس العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي وذوي الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
في شق مغاير، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله، أكد أن السياسة التعليمية التي تنتهجها الدولة في توفير نظام تعليمي عالي الجودة تعمل على تطبيق مرتكزات الأجندة الوطنية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وتطلعات الدولة في مئوية الإمارات 2071. جاء ذلك خلال رعاية وحضور سمو حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الفجيرة الخاصة، يرافقه سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حفظه الله، حيث أشاد سمو ولي عهد الفجيرة الأمين بمسيرة الدولة التنموية التي وضعت تطوير التعليم في قائمة أولوياتها، مثمنا الجهود التي بذلت لتحقيق التطور النوعي والمتسارع في العملية التعليمية في الإمارات وبلوغها مستويات عالمية. ولفت سمو في هذا السياق إلى أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية المتعلمة لكي تكون قادرة على خدمة المجتمع الإماراتي بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للدولة. وفي نهاية الحفل قام سمو ولي عهد الفجيرة الأمين بتوزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم. في الإطار عينه وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله، شهد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حفظه الله بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسعادة الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني بالفجيرة حفل تخريج دفعة عام التسامح من طلبة المدرسة الثانوية الفنية وثانوية التكنولوجيا التطبيقية في إمارة الفجيرة للعام الدراسي 2018-2019. حيث أشاد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي بالمستوى الأكاديمي والتربوي للمدرسة الثانوية الفنية والمدرسة التطبيقية، مثنيا سموه على الجهود المبذولة من قبل الهيئة التدريسية، وحث الطلبة على الجد والعمل الدؤوب والسعي لتحصيل أعلى الدرجات وأفضل الخبرات لرفع شأن هذا الوطن وتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة بما يحقق رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للدولة 2021 وليرد الجميل للوطن وقيادته الرشيدة. على المستوى الخارجي، أصدرت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيانا تعبر خلالها عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الشديد الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، مجددين التأكيد على الالتزام بالعمليات السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، وداعين جميع الأطراف اليمنية إلى انخراط البناء مع المبعوث الخاص، وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم. أيضا أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين. واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان بشدة هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة. كما أكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات. وأعربت الوزارة عن خالص تعزيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي. عقب الفاصل مشاهدينا، أفتح وإياكم باقة ملفاتنا لليوم.
حياكم الله مشاهدينا مجددا إلى الصفحة الاقتصادية. هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس في ظل عمليات جني أرباح مستحقة بعد وتيرة مكاسب قوية الأسبوع الماضي، وتراجعت مستويات السيولة إلى ما دون 200 مليون درهم في وقت عزز الأجانب والمؤسسات مشترياتهم عبر ضخ قرابة 66 مليون درهم. تراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.53% بعد هبوط أعمار العقارية بنسبة 1.56% وأعمار للتطوير 1.47% وأعمار مولز 1.01% والاتحاد العقارية بنسبة 3.77% وأرابتك 2% ودماك 1.13% وديار 2.17%، في حين هبط قطاع البنوك في سوق أبو ظبي بنسبة 1.54% نتيجة هبوط أبو ظبي التجاري بنسبة 1.72% وأبو ظبي الأول بنسبة 1.73% وأبو ظبي الإسلامي بنسبة 1.49%، ونزل قطاع العقار بنسبة 1.25% مع انخفاض سهم الدار بنسبة 1.06%، ورأس الخيمة العقارية بنسبة 3.17%. إذن سجل سوق دبي هبوطا بنسبة 0.72% إلى مستوى 2639.75 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، فيما انخفض سوق العاصمة بنحو 1.11% عند مستوى 4988.77 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والخدمات. أظهر مؤشر مصرف الإمارات المركزي الاقتصادي نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول بنسبة 1.16% على أساس سنوي، وارتفع الاقتصاد الكلي بنسبة 22% مدعوما بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص، حيث رجح المؤشر مشاهدين أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي نموا بنسبة 2% مدفوعا بزيادة قدرها 2.17% و 1.18% في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي. أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة على أساس ربع سنوي، وشهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشا حيث ارتفع بنسبة 21%، في حين واصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع، وكذلك استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما واصلت مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي.
إذن أظهرت الميزانية العمومية للمصرف زيادة خلال الربع الأول، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي. وسوف يستمر النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة، وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو، واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي. الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تدشن برنامجا رقميا لجمع وتحليل المعلومات المالية يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن عدد المؤسسات المالية المسجلة في برنامج الإبلاغ الجديد GoAML وصل إلى 450 مؤسسة، ما يمثل نحو 50% من إجمالي المؤسسات المطلوب إدراجها في البرنامج الذي تم أطلاقه بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي سعادة سيف الشامسي إن الإمارات تعد أحد المراكز المالية الرائدة في المنطقة، إذ تم تصنيفها وفق مؤشرات تنافسية العالمية ضمن أفضل 5 دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يسهم في دعم وحدة المعلومات المالية في الدولة، والذي يؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى حماية النظام المالي من الجرائم المالية المنظمة. من جانبه أكد رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة علي بعلوي أن التسجيل في البرنامج إلزامي لجميع المؤسسات والشركات المالية كالبنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل، وذلك وفقا للقانون، كون البرنامج الجديد سوف يكون بديلا عن النظام القديم الذي سوف يتوقف العمل به قريبا. وطالب كل الجهات المعنية باستكمال التسجيل في النظام الجديد قبيل انتهاء المهلة المحددة في 27 من يونيو الجاري. وتجدر الإشارة مشاهدينا إلى أن أهداف برنامج الإبلاغ الجديد GoAML تتمثل في تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية وضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يهدف البرنامج إلى تمكين وحدة المعلومات المالية من التعاون مع مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى توحيد وتبسيط جميع متطلبات الإبلاغ لضمان وأمت دولة الإمارات لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. في ضوء توصيات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بضرورة عقد اجتماعات على مستوى وكلاء الوزارتين والفرق الفنية لمتابعة الملفات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها والعمل على تنشيطها ومعالجة مختلف التحديات لتحقيق نتائج ملموسة تخدم جهود التعاون الثنائي، جاء انعقاد اجتماع المتابعة الأول لقرارات اللجنة.
تناول الاجتماع تطورات تنفيذ خطط وبرامج التعاون المحددة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، شملت الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارة والصناعة والتعليم والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعاون في مجالات الخدمات الصحية والملكية الفكرية والخدمات المالية، إلى جانب قطاعات تتعلق بالبيئة والزراعة والمواصفات والمقاييس، خاصة المرتبطة بتراخيص واعتمادات الحلال لهيئة المواصفات والمقاييس في الدولة، مع التركيز على فرص تطوير التعاون في قطاع الطيران المدني والذي يشكل عنصرا حيويا لمد جسور التعاون الثنائي بين البلدين. واتفق الجانبان على بدء التحضير للدورة السابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والمزمع عقدها في شهر مارس من العام المقبل في العاصمة أبوظبي. أعلنت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي إحدى مبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أعلنت انطلاق الدورة الثانية لها، مؤكدة بهذا التزامها مواصلة بذل الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعاونت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي في دورتها الثانية مع 10 وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الدولي للاتصالات وأيضا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة السياحة العالمية. العمل لتحديد أبرز القضايا والتحديات التي تواجهها المجتمعات الإنسانية حول العالم، والتي ستشكل أرضية لتصميم التحديات التي ستتناولها الدورة الثانية من تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، والذين يوفر للفائزين جوائز نقدية وعينية تصل قيمتها إلى $1,000,000. وحددت المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة مجموعة من أبرز التحديات العالمية التي تتطلب الاهتمام العاجل، بما في ذلك عدم توافر البنى التحتية الكافية لضمان توفير الغذاء الصحي والمستدام للمجتمعات العالمية، والنزاعات المجتمعية التي تتسبب في انعدام السلام والعدالة واتساع الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية وظاهرة الاحتباس الحراري. يأتي تجمع مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي بين تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، والذي يهدف إلى أطلاق منصة ابتكار مفتوحة تعزز التنافس التعاوني بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتوفير حلول صناعية فعالة للعديد من التحديات التي تواجه شعوب العالم، وبين جائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي التي تمنح للشركات الصناعية أو التي تمنح للشركات الصناعية التي تساهم في تحقيق الرخاء العالمي.
انسجاما مع استراتيجيات الإمارات للطاقة 2050، جاء إطلاق أول مشروع من نوعه لإنتاج الغاز الحيوي على مستوى القطاع في منطقة الخليج العربي، حيث وقعت شركة الروابي للألبان اتفاقية جديدة مع شركة MELE الألمانية بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، حيث ستبدأ شركة الروابي للألبان بإنتاج الغاز الحيوي من نفايات المزارع، ما سيقل من انبعاث الروائح الكريهة بنسبة 80%، بالإضافة إلى استخراج المياه للاستخدامات الزراعية، فضلا عن إنتاج الطاقة الحرارية والكهربائية وكذلك الأسمدة المركزة عالية الجودة، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عام ويسلم في نهاية إبريل 2020. قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة عملت على توفير منظومة وإطار تشريعي واستراتيجي لتحقيق استدامة كافة القطاعات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، ومنها أجندة الإمارات الخضراء 2030 والخطة الوطنية لتغير المناخي 2050 واستراتيجيات الطاقة 2050 التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة المحلي لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال تطوير مستوى التقنيات التكنولوجية والابتكارات الحالية. وأضاف معاليه أن مشروع إنتاج الغاز الحيوي الذي تطلقه شركة الروابي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع في منطقة الخليج العربي يمثل إحدى الخطوات الداعمة والمواكبة لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحول الطاقة وتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات، مثمنا معاليه الدور الهام الذي تلعبه الشركات الوطنية في دعم وتعزيز توجهات الدولة والقيادة الرشيدة بشكل يسهم في تحقيق الاستدامة. تجسيدا لحرصها على تطوير وتحديث بنيتها التحتية والشبكية بشكل دائم ومستمر، اتصالات رصدت خلال العام الجاري 4 مليارات درهم لمواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات المختلفة، من بينها شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية، وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل شبكة الجيل الخامس 5G. هذا ما أكده الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، مشيرا إلى بدء الاختبارات التجريبية لشبكة الجيل الخامس عام 2014، وفي العام الماضي تم الإعلان عن إطلاق أول شبكة لشبكة 5G على نطاق تجاري تبلغ سرعتها 20 ضعفا مقارنة بسرعة الجيل الرابع، مؤكدا أهمية هذه الشبكة في تعزيز مكانة الدولة على صعيد قطاع الاتصالات العالمي. كان ذلك على هامش الفعالية التي نظمتها اتصالات في مقرها في العاصمة أبوظبي، واستعرضت خلالها بالتعاون مع إريكسون أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. أشار
دكتور بن علي إلى أن اتصالات أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينجح في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، موضحا أنها بدأت بتقديم خدمات الشبكة للعديد من الشركاء في الدولة لتمكينهم من التمتع بإمكانياتها الهائلة، منوها بأن معرض إكسبو دبي 2020 أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات. بدأت اتصالات رحلتها مع مشوار شبكة الجيل الخامس بشهر 3/2014، فبدينا التجارب، بدينا نغطيها سواء كانت التجارب اللي نسويها داخليا مع المصنعين المختلفين، أكثر من مصنع عندنا، أو بعد التجارب اللي سويناها وعرضناها للجمهور خلال مشاركاتنا في جايتكس 2016-2017. قدرنا طرح خدمة الجيل الخامس تجاريا في الإمارات في شهر مايو 2018، وكانت أول شركة تطرح في هذه الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ب 2018 أيضا قدرنا نسوي شراكة مع إكسبو 2020 لتكون أول مؤسسة تجارية تطرح خدمة الجيل الخامس في المنطقة، وقدرنا من خلاله أن نعطيهم وعد أن تكون منطقة إكسبو 2020 أكثر منطقة تواصل واتصال على وجه الأرض. من خلال يعني استثماراتنا في الجيل الخامس قدرنا أن نستثمر أكثر في عمليات البنية التحتية اللي تعتمد على الألياف الضوئية وأيضا شبكة الجيل الخامس. مجموعة اتصالات رصدت 4 مليار درهم خلال 2019 لصرفها على تحديث البنية التحتية، ومن ضمنها شبكة الجيل الخامس، والحمد لله حاليا رصدنا أن يكون أكثر من 1000 محطة لشبكة الجيل الخامس تكون متواجدة في دولة الإمارات بنهاية 2019، ومشينا مشوار كبير أن نكون سباقين لوضع يعني شبكة الجيل الخامس في متناول الجميع، وقدرنا نسويها هاي من 2018. حاليا طبعا طرحنا يعني أجهزة الجيل الخامس، أجهزة الهاتف المتحرك الشهر الماضي، وأيضا قدرنا أن نوصل مطار أبوظبي الدولي الجديد أنه يكون أول مطار في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا أنه فيه انتشار لشبكة الجيل الخامس. وأيضا يعني اتصالات ماضية في عملية التحديث المستمر للشبكات المختلفة، وطبعا على رأسها شبكة الجيل الخامس، لأن ندري أنها راح تقدم يعني منافع إيجابية كبيرة جدا في التطور الثورة الصناعية القادمة، وأيضا في تطور التكنولوجيا. الجيل الخامس راح يكون أساس لأعمال كبيرة سواء كان للقطاعات المختلفة أو أيضا لقطاعات الأفراد والقطاعات الحكومية، راح يكون يخلق استخدامات جدا جديدة، استخدامات من الأشياء البسيطة اللي بتكون في المزارع وفي البيت إلى أشياء أكبر اللي تستخدم في المصانع وفي التعاملات الحكومية والتعاملات التجارية، لا سيما أن يمكن تواصل الآلات مع بعض بتكون من أهم الأشياء اللي راح تقدمها وتسهلها شبكة الجيل الخامس بسبب السرعة الكبيرة الأضعاف المضاعفة لسرعة نقل البيانات وأيضا سرعة الاستجابة لشبكة الجيل الخامس الهائلة.
إذن مشاهدينا، كما أشار دكتور بن علي، شبكة الـ5G لا تعتبر امتدادا لما سبقها من شبكات، ولا تقتصر على الاتصال فقط، وإنما هي طفرة تقنية جديدة ومختلفة تماما عن تقنيات الاتصالات السابقة منذ الجيل الأول وحتى الجيل الرابع، وبهدف توفير شبكة الجيل الخامس في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت اتصالات العمل على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، وبالشكل الذي يتيح للعملاء فرصة التمتع بتجربة حالات الاستخدام المتقدمة الجديدة. كشفت نخيل العقارية عن تقدم أعمال البناء في 3 من أبرز مشاريعها الأيقونية في سوق التجزئة بتكلفة وصلت إلى 2,778,000,000 درهم، واقتراب موعد إنجازها وتشغيلها قبل نهاية العام الجاري. وقال علي راشد لوثا، وهو رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، إن الأعمال الإنشائية تسير على قدم وساق واقتربت من الانتهاء، بحيث مشاهدينا تساهم هذه المشاريع في دفع الإيرادات نحو النمو، وهو من شأنها أن يعزز النتائج المالية السنوية لنخيل العقارية. تستحوذ المنتجات العقارية المميزة من حيث الموقع المثالي والسعر المغري وخطط السداد المرنة على اهتمام المستثمرين والمشترين. وكانت نخيل قد أرست عقد تنفيذ مشروع السوق الليلي على شركة اتحاد للهندسة المدنية بقيمة 1,170,000,000 درهم، كما بلغت قيمة عقد تنفيذ الخيل أفنيو نحو 408,000,000 درهم. أما نخيل مول فلامست تكلفته حاجز 1,200,000,000 درهم. لبيانات نخيل العقارية المتعلقة بمشروعي نخيل مول وبالم تاور المتلاصقين في قلب النخلة، فإنه من المقرر أن ينتهي العمل في المركز التجاري والجزء الفندقي الذي سوف تتولى إدارته مجموعة سانت ريدجز قبل نهاية 2019. أما الجزء السكني فتم تحديد موعد إنجازه في 2020. الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لضمان القروض لاستكشاف وتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية. وستمكن هذه الشراكة مشاهدينا البلدين من تعزيز أنشطة التجارة والأعمال من خلال تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات التجارية وتنفيذ برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سوف تتيح للشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها فرص التوسع على الصعيد الدولي من خلال تزويدها بمجموعة شاملة من الحلول المالية من شركات الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب خبرتها في مجال بوالص التأمين وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر البلدان والمطالبات والاسترداد.
ستقدم الاتحاد لائتمان الصادرات خطط لضمان أو خطط الضمان المصممة خصيصا للشركة الأردنية لضمان القروض، وهي ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات والائتمان المحلي، وسوف تمكن حلول الحد من المخاطر هذه من تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل ما يضمن نموها المستدام. ودعوني فقط أشير مشاهدينا إلى أنه وفقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد ارتفع إجمالي حجم صادرات التجارة بين أو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية إلى 741 مليون دولار في 2018 مقارنة مع 610 ملايين دولار في 2017. أتحول وإياكم إلى محور آخر ضمن خاص البرنامج، حيث تشير التحديثات الأخيرة إلى أنه تم تحطيم نحو 350 رقما قياسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات مختلفة متربعة على عرش جينيس للأرقام القياسية العالمية. هل تعلمون قصة هذه الإنجازات وكيف أصبحت الإمارات ولادة لقصص النجاح والتميز؟ نحن شعب لا يرضى بغير المركز الأول، تعلمنا من زايد وراشد أن المجد لمن يطلبه والقمة لمن يسعى إليها والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها. هذا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهذا هو النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أوصلها إلى مصاف الدول ذات الإنجازات المتميزة والأولى دائما على مستوى العالم. برنامج من الإمارات اليوم قرر أن يدخل أروقة جينيس للأرقام القياسية ويسأل كيف ولماذا من خلال مداخلة هاتفية مع السيد طلال عمر، وهو الرئيس التنفيذي لجينيس للأرقام القياسية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. السلام عليكم وأهلا بك معنا في البرنامج سيد طلال. مرحبا ومساء الخير، وجدا سعيد بالاستضافة. أهلا بك معنا. لمن لا يعلم سيد طلال، أول رقم قياسي تم تحطيمه في الإمارات كان في عام 1973 في دولة فتية كدولة الإمارات العربية المتحدة. تم تحطيم هذا الكم الهائل من الأرقام القياسية كما أشرت في المقدمة، حوالي 350 رقم قياسي. أنتم في جينيس كيف تقرؤون أو تنظرون إلى هذا الأمر؟ بداية صح كلامك، يعني أول رقم قياسي كان سجل في 1973، لكن بداية توثيق وتسجيل أرقام قياسية عالميا كان في العام 1950. ويمكن من هذيك في خلال هذه الرحلة من 1950 شاهدنا الكثير من الآلاف أو الآلاف من محطمين الأرقام القياسية، سواء كانوا أفراد، شركات، مؤسسات خيرية أو حكومات، وكانوا دائما بيلهموا العالم بالإنجازات وبالأرقام القياسية اللي بيسجلوها. وبحكم وجودنا في الشرق الأوسط، يعني كمكتب، احنا مكتب الشرق الأوسط، احنا لاحظنا انه الشرق الأوسط هو يمكن واحد اصبح من اكثر مناطق الرائدة في العالم في ما يتعلق بنمو الأرقام القياسية. لكن دولة الإمارات العربية المتحدة اثبتت انها هي في قلب هذا الصميم وتقع في صميم هذا النمو في الأرقام القياسية. ذكرتي حضرتك ما يقارب 350 رقم قياسي مسجل للإمارات العربية المتحدة حاليا.
لكن اللي ممكن أضيفه إلى المعلومة إلى ما نعزو هذه الإنجازات سيد طلال؟ إلى ما نعزو هذه الإنجازات؟ ما سبب تحطيم كل هذه الأرقام القياسية في الدولة؟ الأرقام القياسية هي لدينا يعني مجالات مختلفة في الأرقام القياسية، بس دائما الأرقام القياسية هي بتعبر عن الإبداع، بتعبر عن السعي للتميز، بتعبر عن الانفراد. واعتقد اولا حتى فينا كبشر في الحمض النووي تبعنا في الدي ان اي تبعنا دائما بنحب نكون الافضل. في مقدمتك ذكرتي انه دوله مثل الامارات كان دائما تحب رقم واحد، وهذا برضه بيتماثل مع قياس الارقام القياسيه. دائما ما حد بيسال من هو رقم اثنين او ثلاثه، دائما بنسال من هو صاحب الرقم القياسي الاول. نعم. فهذه اللي كانت اعتقد هي الحافز لوضع دولة مثل الإمارات بإنجازاتها في خارطة العالمية. نعم، دعني أتوقف معك عند أبرز الأرقام القياسية التي تم تحطيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولنتحدث عن كل واحدة على حدة، ولكن في البداية دعنا نشاهد سويا مع المشاهدين الكرام هذا الشريط المصور ونعود لنستكمل المداخلة. رائع، إذن كما يقال هذا جزء من كل مشاهدينا. قد شاهدنا سويا أكبر عدد من الدومينوز على شكل صورة دائرية، وأكبر صورة بشرية متحولة على شكل الدلة، وأطول سلسلة من الألعاب النارية في إمارة رأس الخيمة. سيد طلال، ما هي قصة كل رقم قياسي من هذه الأرقام التي كنا قد شاهدناها؟ أعتقد الجميل في الفيديو اللي عرضتوه هو التنوع في الأرقام القياسية، بس الحقيقة كلها كانت صعبة، وكانت من الأرقام القياسية اللي صعب كان كسرها وكسرت في الإمارات العربية المتحدة. الأول هو لأكبر عدد من قطاع الدومينوز اللي سقط على حلقة دائرية. العمل كان صعب لأنه رقم قياسي وصل إلى عشرات الآلاف من القطع. قطعة واحدة تكون خاطئة، رقم قياسي كله ممكن يقول فشل. بس استطاع فريق من خبراء وفنانين في الدومينو تشكيل دائرة ضخمة فيها 95 ألف قطعة من الدومينو، كشفت عند اسقاطها الشعار الخاص بعام زايد، وكان احتفال افكار كان بمناسبه عام زايد واحتفال باليوم الوطني لدوله الامارات. ورقم قياسي كان في مارينا مول في ابو ظبي العاصمه. الرقم القياسي الثاني اعتقد واحد من اللوحات البشريه الجميله اللي عملت بتناسق رائع، تقريبا ما يقارب 5500 طالب من مدرسه في الامارات استطاعوا زي ما ذكرتي يعملوا الرقم القياسي لاكبر صوره بشريه متحوله
التناسق فيما بينهم البين، الحركة، أخذت أيام أو أسابيع من التمرين عشان يكسروا هذا الرقم القياسي. وفي النهاية الهدف منها كان احتفال بأشياء ترمز للتراث والثقافة في دولة الإمارات. قاموا بتشكيل إبريق القهوة أو ما يطلق عليه في الإمارات الدلة. بالضبط، فكان إبراز للتراث والثقافة في الإمارات. الرقم القياسي الثاني يمكن من أجمل الرقم القياسية، خطف أنظار ألاف الزوار اللي كانوا موجودين في الحدث، أعتقد عشرات الآلاف إذا مش الملايين، شاهدوا 12 دقيقة من عروض ألعاب نارية جميلة على الواجهة البحرية لإمارة رأس الخيمة. الرقم القياسي السابق كان جدا صعب، وصل إلى 11.8 كيلومتر، وهو لأطول سلسلة للألعاب النارية بس في الإمارات، تحديدا في رأس الخيمة استخدموا ما يقارب 11,000 قطعة ألعاب نارية بطول 13 كيلومتر. فكان أعتقد تعزيز وإضافة مكانة رأس الخيمة أو الإمارات كوجهة مثالية أكيد الاحتفال برأس السنة، شيء بيتابعه الملايين في العالم. طبعا أيضا سيد طلال أحرز جبل جيت فلايت رقما قياسيا ضمن موسوعة جينيس عام 2018 كأطول مسار انزلاقي في العالم. من كان على لائحة المنافسة مع جبل جيس؟ بداية الرقم القياسي كانت في كندا، بعد ذلك كسر في البيرو، آخر رقم قياسي قبل أن يتم إحرازه في الإمارات كان في بورتوريكو بطول 2200 متر في العام 2016 سجل. المسار الانزلاقي الموجود في جبل جيس كسر هذا الرقم القياسي بمسار طوله 2.8 كيلومتر. المسار جدا طويل على ارتفاع 1180 متر. أعتقد طريقة صناعته كانت إبداعية جدا، المناظر اللي بتشوفها في جبل جيس، المتعة فيه لأنه تجربة السفر عليه بتوصل إلى سرعة تزيد عن 120 كيلومتر في الساعة تقريبا في خلال دقيقتين، فشيء جدا جميل. نعم بالفعل، العديد من الأرقام القياسية تم تحطيمها في الفجيرة أيضا، دعنا نتناوله. إذا الفجيرة كان لها نصيب في هذا الرقم القياسي. صحيح. تقريبا آخر رقم قياسي شهدناه في الفجيرة كان في فئة الأشخاص. نعم. وهي في فئة القدرة البشرية، وكان لأثقل عربة تسحب بالشعر. الرقم القياسي كان من إنجاز محمود شمشون، هو من دولة الإمارات العربية المتحدة، واستطاع أنه يسحب عربة تعدى وزنها 10 أطنان فقط بالشعر. نعم. فكان شيء لاحظناه وسجلناه في خلال احتفالات العيد الوطني. بس برضو من الأشياء الجميلة الأرقام القياسية اللي أذكرها في الفجيرة كانت من ضمن بطولة السيف اللي مقامة في الفجيرة لأحياء التراث أكيد، وكان فيها أول رقم قياسي لأكبر عدد مشاركين في رقصة اليولا تقريبا 285 مشارك. رقم القياس الثاني كان فيه الكثير من الحماس لأنه بيعكس يمكن مهارة كانت متداولة بين الأجداد والأبناء في الإمارات اللي هي لأعلى رمية للسيف. طبعا. ووصلت إلى 21.2، طبعا لها شروط معينة أنك ترميها ولازم تتلقاها في نفس الوقت، ولها شروط وخبرة، وفي أشخاص في الإمارات أعتقد عندهم مهارة كافية لها. رقم قياسي كان لهزاع الشفعي. اللي موجود في الفجيرة برضه حيشوف رقم قياسي لأكبر مجسم بسيف بطول 15 متر موجود في الفجيرة. وحطلع يمكن من هذا المجال لمجال آخر برضه كسر رقم قياسي، أعتقد هواة السيارات أو هواة التحدي كان في رقم قياسي في الفجيرة. نعم. لأسرع شهدناه في مطار الفجيرة أيضا. بالضبط. أسرع درفت هو عندما تكون مثلا زاوية الانحراف ضيقة مع سرعة عالية في السيارة. نعم. والأرقام القياسية اللي كسرت في هذا المجال نعم كانت يعني بتكسر بمجال قليل جدا، فآخر واحد كان ب 217 كيلومتر في الساعة في بولند. لكن الرقم اللي كسر نعم في الفجيرة وصل إلى 304 كيلومتر في الساعة. نعم. بل الجميل نعم سيد طلال، تعلم أنه الموضوع شيق جدا، ونحن نشاهد في هذه الأثناء كنا نشاهد طبعا هذه المشاهد من الأرقام القياسية التي تم تحطيمها في إمارة الفجيرة، والموضوع جدا شيق، وسوف يكون لنا وقفات في المستقبل القريب بإذن الله معكم أنتم في جينيس للأرقام القياسية العالمية. أشكرك جزيل الشكر. أعذرني سيد طلال عمر، وأنت الرئيس التنفيذي لجينيس للأرقام القياسية العالمية، ولكن لضيق الوقت مضطرة إلى قطع الاتصال. شكرا لك على المداخلة. شكرا.
نعم مشاهدينا، دعوني أذكر أن كل ما تقدم هو فقط جزء من كل، وتم تحطيم أكثر من 350 رقما قياسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى موضوع آخر، وبحسب بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات، انخفض مشاهدينا عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34.20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وكشفت البيانات الصادرة أن عدد الهجمات انخفض إلى 113 هجمة في الفترة من يناير إلى مايو الماضي، وذلك مقابل 199 هجمة خلال الفترة المقابلة من 2018، وكل ذلك بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، والذي يعمل على التصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت. البيانات أن 60 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة، و28 هجمة منخفضة، و25 هجمة متوسطة. وكان أخطر البرامج الخبيثة للشهر الماضي إشعارا متقدما عن ثغرة أمنية في نظام متصفح الإنترنت إنترنت إكسبلورر. وفي مايو وحده وصل عدد الهجمات إلى 25 مقابل 44 هجمة خلال مايو من العام الماضي، أي بانخفاض يصل إلى 43.8%. وكان عدد الهجمات قد انخفض بنسبة 23.4% العام الماضي إلى 413 هجمة مقابل 539 هجمة خلال 2017. في أمان الله.